هاي غرفتي، وصار فترة طويلة عندي زاوية تصوير وحدة واللي هي هاي اللي دائما نشوفوها، ما عدا عن الهوسة والبردة القديمة وهواي أمور سلبية بالغرفة. لذلك اجى الوقت حتى نعدل كل شيء، لكن المشكلة الغرفة صغيرة وبيها هواي غراض، لأن أنا بنفس الوقت أنام بيها وأصور بيها، لذلك عندنا مشكلة كبيرة. بعد ما قعدت ويا نفسي شوية بديت ألقى حلول للوضع، وتيقنت إنه كل مشكلة حل مهما كانت كبيرة. لذلك راح نحاول نعدل كل ضلع من أضلاع الغرفة حتى نحصل على أكبر عدد من الزوايا للتصوير، لكن بوجود شرط واحد. تعديل الغرفة راح يكون بشرط واحد، إنه ما أصرف أكثر من 100,000، وإذا صرفت أكثر من 100,000 راح تختاروا العقاب بوقتها، ولازم أسوي وأنزله على اليوتيوب. وليش خليت هالتحدي؟ حتى ما أخذ راحتي الصراحة بالصرف وأجيب شغلات كلش غالية، فخلينا نشوف راح أصرف 100,000 ولا لا. راح نبدأ بهذا أول ضلع لأن نتوقع هو أكثر شيء راح يكلفنا. راح نحتاج نبدل البردات وهذا الميزن فرغه ونضيف كم شغلة راح تعرفوها بعدين، لكن حاليا خلينا نشوف البردات. طبعا حاليا لازم أقيس القياس مع البردة حتى أعرف إيش قد لازم أجيب. خلي أقيسه على طريقتي. عينك ميزان. هسه شوف أنا طولي 1.70 وقول من واقف خلينا نشوف اللي وين أصعد. هسه خلينا نقيسه على طولي أنا 1.72 هيك. خلينا نشوف اللي هنا. زين يعني الفرق بعد نحتاج نقول بعد من عندي شوي ونهيك نقول 40 سنتيم مترتين ومية طولة حسا مناسب. خلينا نشوف هسه العرض. خلينا نتخيل أنا متمدد هنا، إذا أنا متمدد يعني هساي شرباي أقول من هنا اللي هنا هاي 1.70 بعد عندنا من هنا لهنا ناخذ 3 شباب. الطول 1.2 متر بس حق له 1.5 متر والعرض 3 مترات. عينك ميزانك. خلينا نشوف راح تغلط لو تصيب. رحت لابو البردات وانا ما عندي اي فكره ايش راح اشتري، لكن عندي فكره انه اريد شيء غامق. هي الغرفه يكون وياها شيء حلو ذا فاتح، لكن انا احتاج شيء غامق حتى يكون راهم للتصوير، لان يعني البرده ما راح تكون مجرد برده، راح تكون خلفيه تصوير ايضا. هاي الوان الحائط بالغرفه، والصراحه كان عاجبني لون الرصاص غامق، لكن انا حاسه ما يقعد ويا الغرفه، لذلك خلونا نسال الذكاء الاصطناعي. بعد ما سولفت ويا الذكاء الاصطناعي وفهمت شنو اريد، انطاني هاي اللونين، النيل الغامق والرصاص الغامق، وهنا حرت بعد اكثر، اخذ النيل الغامق للرصاص الغامق، لان انا اريدهن كشكل وتصوير. اخر شيء استقريت على هذا النوع من البردات واللي كان المتر ب 12 شلف. الديكور ما تكلش عجبني بسيط، فظليت حاير باللون يا لون اختار. المهم اخيرا قررت اختار لون ولا وانا متردد، لكن تفاجأت انه فوق السعر مال المترات اكو شيء اسمه سعر القماش او الخياط، والبردات راح تكلفني هواي. بعدين تعرفون ايش صارت بعد يومين تكمل البردات. لذلك خلينا نروح للضلع الثاني. وقبل لا نروح للضلع الثاني لا تنسى الاشتراك بالقناه حتى ما تحير بحياتك مثل ما احتاريت انا بلون البردات. راح نعلق التلفزيون ونفرغ هذا الميز. طبعا توقع هذا الضلع هو اكثر شيء راح ياخذ وقت وراح يتعبنا. ليش؟ لان هذا الميز لازم كله فرغه حرفيا مليان غراض. يعني هنا غراض هنا غراض هنا جو هاي تنفتح غراض. بعد ما نكمل الميز ما راح نخلص، راح ناخذ هاي الشاشه راح نسوي لها هناك فد هاي مال تركيب وما ادري شنو حتى تتعلق. راح يتعبني هاي ايش راح يخلصها ما تقول لي. انا راح اخلصها يعني ايش راح يخلصها. طبعا اول جزء راح ابدي بيه هذا الجزء. وطبعا الحسن الحظ انا عندي هوايه غريبه واللي هي جمع العلاق، فهاي العلاقه كبيره دائما داخله على العلاق. بس اجى وقتهم طلعت هاي العلاقه الكبيره وعندي هاي السله، راح اخلي بيها هاي السله الاشياء الكبيره اللي احتاجها، وهاي العلاقه الاشياء اللي احتاجها. هنا انا نخلي الاشياء اللي ما احتاجها. ويقول لك هاي الهوايه الغريبه فادتنا، ما اعرف هوايه ما راح احب على هيجي علاقه اجمع عندي، ما ادري هل هذا شيء غريب. كتبوا لي بالتعليقات. بعد ما كمل هذا الجزء والوصخ راح نبدأ بالجزئين ذني. طبعا هنا عندي هواي اشياء انا استعملها بشكل يومي، لذلك راح اطلع هنا باقين هنا وشغلات اللي ما احتاجها مثل ما قلت لكم بالعلاليك. طبعا هاي قاعد اشوفوها اشتريتها مال وبر، يعني تشيل وبر هاي الصوف اللي يجمع الملابس، بس بعدين استوعبت انه ما عندي اي ملابس تطلع وبر فبس اشتريتها. طبعا هذا الجزء فرغ الحمد لله والشكر، وكانت الحصيره الكثير من التراب مثل ما شفتوا هناك، وكذلك لقيت عندي عطر ما فات اصلا ديفاكتو اصلي، وهذا ما مستعمل. لا هذا خلصان، لا بي شباب بي هذا همينه، هذا لا خلصان، هذا راح هاي مال وبر، جلاصات من تيك توك هديه جاتني من شهر رمضان، ماوس شو اسمه هذا مال شمس سوليل، وهذا نستعمله انا دائما بس. واو ساعات، شوفوا هاي ساعة كنا ما بين باتري ونظارات، وهاي كانت محصلة الجزء الأول، فطلعت هواي شغلات حلوة الصراحة. ثاني مثل ما تشوفون تم تفريغه وكثار كثير من التراب، وطبعا لقينا به هواي شغلات صراحة، هاي مال نارات وشغلات حلوة، هاي طبعا يعني خلي بيها شو اسمه، وشوف النظارات، شوف لقيت هدايا بيها ما أدري شنو، علاليك هاي هم زين، لقينا علاليك حتى خليها العلاليك اللي هواي يعني.
شباب شو الدنيا حمرا صارت حرفيا حمرا. هلا طبعا انا صراحة خليكم انتوا تصيروا المناظر شوفوا شو تشوف بالمناظر شينا. يوم عباك واحد مخلي بعيونه هاي مال قمر الدين الرف الاخير ولقيت فيه كل شيء شغلات يعني شغلات جابت لي ذكريات ما اعرف شو صراحه راح اشوفكم. طبعا نبديها بالاقراص مال اكس بوكس 1 القديم كان عندي ويعني كلهم ذكريات. شوف هاي 15 فيفا وطبعا حلو كلهم يشتغلون على الاكس بوكس الجديد بس حاليا انا عندي لس ما يشغل اقراص فان شاء الله بعدين نجيب الاكس ونجربهن. وعندي درع الدرع اليوتيوب شنو درع التيك توك لا لك شو اسمه هذا درع التخرج وعضويه بس الدرع التخرج كان يصور بس ما ادري وينهن وعضويه حلوه تتعلق بقيت محافظه عليها. انا ابي طبع انه كل شيء حافظ عليه كل شيء حرفيا هسه راح اشوفون هو شغلات ما لها معنى تحسوها بس انا محافظ عليها. الايفون الاول الصندوق مالته اول ايفون اشتريته بعد الايفون 5 بعد هذا وين الفايف بعد هذا الايفون 5 اول ايفون اشتريته ايفون 11 وايفون ما صديقي ضامن الكرتونه وهاي بعدين نشوفكم بعدين نستعملها ووصل ولا لي نجمعها الدرع العادي واي والله صراحه بس كلش يعني من شفت الاقراص من شفت الدرع حركه المشاعر خلينا نكمل كافي وفي المشاعر راح يسولف. شوفون فرغ الميز وخلصنا من عنده وهاي طبعا كانت اخر وجبه ساعات طبعا كاسيو جي شوك كنت البس من كنت تلعب بالنادي جي شوك ذني رياضيات هاي جي شوك راح اعطيهن نشوف من يحتاجهن ريموتات هواي باور بانك هذا الكتاب الدفتر اللي اكتب بيه دائما هاي الميداليه من المتابعه ليان طبعا هاي سويتها بيدها كلش كلش حلوه وهاي ربحناها بالمتنبي والمناظر اللي لابسها وهاي خلصنا. بعد ورانا كشتلخ بعد ورانا مو كشتلخ صندوق ثاني نكتشفه وهاي بس حاليا خلينا نغير. طبعا هسه رايح نجيب الستاند مال التلفزيون خلاص التلفزيون مالتنا 55 انا خير لقيت وسعره 13. وطبعا الستاند اللي جبته على اساس متحرك ويتقدم ويرجع وهاي وتذكروا هذا الشيء زين انه هو على اساس يتحرك وحركات. وطبعا نسيت اعرفكم على اخوي زين هو اخوي الكبير وزين هو مثال للاخ الكبير اللي كل ما تحتاجه بشيء راح يوقف لك وحرفيا يعرف كل شيء راح تشوفون بالمقطع انه حرفيا يعرف كل شيء. وبدينا نركب الستاند وكل شيء تمام الى ان صار من هاي جاي تقدم لا واحد ايش متقدم ومتفر بيه بكرتين لما جميل للاسف فشلنا بتركيب التلفزيون. احنا ركب التلفزيون وكل شيء طبيعي لكن التلفزيون يميل وينزل جوه ما اعرف لان وزنه ثقيل حاليا هذا شكل الغرفه هو سعودي ابانا فيس انا اروح انام احسن. باليوم الثاني مشينا على مبدا كل مشكله حل. كانت المشكله الاصليه انه هذا هو ما يتحمل التلفزيون كل ما اخليه التلفزيون يقوم يميل ليش ما حد يدري يمكن لان التلفزيون ثقيل. المهم ما راح نوقف لذلك رحت اشتريت واحد ثابت مثل ما تشوفون لكن هذا ما راح يتحرك راح يكون ثابت وهذا المبلغ اللي صرفناه على الستاندات. جبنا هذا الثابت وبسبب المتحرك هواي صرفنا صراحه على مود الستاند لكن بالنهايه الحمد لله صار التلفزيون وخلصنا من هذا الضلع. هذا الضلع راح نخلي به نقطه كهربائيه هنا وكذلك راح نضيف رفوف حتى نخلي عليها الدروع ومثل ما تشوفون راح ناخذ كهربائيات نقطه نسوي هنا انا نقطة لان ما عندي بس هاي نقطة وهناك نقطة طبعا ما يسويها تحديث هسه طلعنا واير من البلاك وشلعنا هاي اللي ضايع شوي الكاميرا مالته ما موجود طبعا حاليا انا راح اروح للشغل للاسف راح يبقى اخويا واحدة يعني اخويا زين الفدائي ماكو اجبار راح اروح انا ليش اسمه للشغل راح يضل يسوي غرفة واحدة. شباب علقوا عشتيدك زين بالتعليقات هاي اللي كتبتها علقوا بالتعليقات. طبعا هسه رجعت من الشغل كان اخويا طبعا مثل ما قلت لكم رحت للشغل فكمل لنا هاي النقطة الله اشتيدك جعفر يا جعفر اشتيدك زين. وطبعا من الحلال الذكرى طبعا انت ما تدري شكو ماكو تجي مو موجود ف هسه راح اروح اصلي استنى راجع من الشغل والله واخوي راح يضل يكمل شوي شغل على ما اجي يعني ماكو يجي ماكو يجي والله كله الحسوني والله والله ما عزم من قلبه والله عود هاي البجامه منيه ناقف واقف واقف اليوم هي بس البجامه البجامه امس صارت واحد صارت واحد عيرنا هاي المراحل الاخيره من النقاط بس هذا الضلع مثل ما قلنا لكم بعد ان ناقصنا رفوف ان شاء الله بالليل نكملها نكملها شنو؟ يكملهن حلو بيركز من نفسي يركز يعني ما ليه هو ليس تمساح عادي. واستمر زين يسوي ويرتب النقطة الثانية وأنا أكيد مو بس أصور أسوي لايكات. طبعا الحمد لله كملنا نقطتين هاي نقطة هاي نقطة ما أعرف مشتغلة زين
وهسه انا راح اسوي الليد القديم بس ارجع ليش بيه هيك الجو هاي. وطبعا هلقى صرفت من نقاط وواير وهاي الامور وبدينا نتقرب من المية الف. طبعا هسه راح نبدي بالرفوف مثل ما تشوفون انا وزين راح نسوي هين هسه بس حارين بشكلهن شلون خلين هيك واحد فوق الثاني لو هيك وهيك صراحه راح نسوي اغلب شيء هيك وهيك صراحه شوفوا ويا الصوره ما ادري شلون طالعه والله نحطها ويا حد الصوره انها صارت ويا حد الصوره ويا حد الصوره كلش حلوه تطلع زين. الرفوف كلفت 24000. ما جلسه وعم جلسه شباب ما جلسه وعم سوعبون. كمل هذا الضلع وجه الوقت حتى نجيب البردات وشوفوا اجواء بغداد شلون كانت لما رحنا. ان شاء الله البردات تطلع مثل الاجواء يا رب. قلنا غزاك قبل طبعا حاليا راح نروح انا وعبيس نجيب البردات اللي ما ادري صراحه العدسه ما حايف لو حلل ولا خلينا نشوفه بعدين. طبعا هذا عبيسنا كابتنهم عليه طبعا الاجواء خلكم خلوا اخركم الفلاش جبناها وجت ويانا جبناها وجت. وكذلك رحنا جبنا البلاي اللي عليه مسابقه بالتيك توك المفروض حاليا نزله وبعض الاشياء الاخرى اللي راح تعرفوها بعدين. طبعا وصلنا وتعبتك ابو العبس راح حبيبي والله هل تعبته احنا قدام لك شوف راح تشوفون الغراض اللي جبناها وبعدها ماكو ان شاء الله غراض بس يعني لازم نشكر ابو العبس هلا قدام احنا والله ودك يلا كاشنا ايش اسمه رسميات وراح نكمل كم شغله قبل أن نشوف البردات. طبعا هسه الاخر ميز راح اطلع غراضه وراح ابدي بترتيب ان شاء الله. هو هذا الميز صراحه يعني كان عليه الدروع وهي السوالف عندنا ماي العلاقه ما اعرف ايش بيها هنا شغلات هو ان شاء الله نشوف شنو ما بيها. طبعا كلش متحمس لهي الفقره لان احب اطلع شغلات القديمه خلينا نشوف. طبعا صحت اخوي زين حتى حمسكم للبرده راح اخليه يشوفها ونشوف رده فعله شنو هي. احسن اخوي ردت فعلك للبرده ما راح اطلع لكم هل شيء صدق؟ والله كنت متردد ومستحي وخايف لا ما تعجبهم طبعا ما راح اطلع لكم البرده بس ردت الفعل النقشه والله الحمسهم بعد راح يتخفلون هسه مو شايفين هذا مين؟ نقشه جديده شقد من 10 شقد؟ 10 من 10 لا لا صدق 2 من 10 ايدك ايدك طبعا كملنا المجال الاول مثل ما تشوفون وهاي الحصيله طبعا صراحه مو هواي شغلات مهمه يعني هاي مثل ما تشوفون حشبكم اياها يعني ستيكرز هاي ان شاء الله راح نعلق منهن نستعملهن بالغرفه وهاي الالعاب ان شاء الله راح نلعبها العاب ورقيه بس وقت ما ادري مع جونسنا انا محفظتي جونسنا شنو المهم هو هذا هذا ميلاتونين كنت اشربه من تنام الصراحه كنت انام طبيعي سبحه هذا المايك لا سماعات وهاي مايك مو حيل زين وهي ما ناروتو صراحة ماكو شيء رجع لي ذكريات بهاي المجر بالمجال الأول ايزي ايزي المجال الأول ايزي المجر الثاني طبعا عندي هنا شفوف مال برودة وشفوف مال جيم وكراتين كراتين مال المناظر مال هيجي شغلة ما أدري ايش نظامها مال ساعة بس هاي أصلا بيها ساعة يعني ومال ايفوني الحالي وجنطة وهاي اللي تلبس بالعين وحمولي خبصنا خبص بسيط شيء وهاي اللي تنظف السبلت وعلاليق العلاليق وين حاطين؟ يم العلاليق وبعد حليب وكاكاو لان دائما اسوي حليب وكاكاو احب بالليل وزنجيل مال بايسكل او اي شيء هاي رابرز مال هاي الساعه المجال الثالث الصراحه بس كتاب الافلام ما ادري وين كان وهاي زين لقيتها نظف الجام بيها كنت ادور لي شيء انظف الجام هاي مال يوتيوب الدرع اسوي الدرع ها لا ما اشوفكم وهاي صور هاي في المدرسه ها ما ادري اصف ما ادري اصف قولوا لي انا وين كنت بيها وهاي الصوره وهاي الصورة دزيلي على الانستغرام وهاي باقة كراتين الأشياء ما بيها يعني كراتين هاي فارغة وهاي فارغة ما أدري أحب أجمع كراتين صيت المجال الرابع باقة ما شاء الله ذبيتها شهادتي بالصف الخامس إعدادي خامس أحيائي بالمتميزين هاي النتيجة كنت شوية قريب هاي السنة كنت شوية كسول وهاي نتيجة التخرج مال المرحلة الرابعة هذا مشروع التخرج المباراة شو تستعملها قبل بس ثري العدسة يشتغل والله بس شغلة يشتغل هذا دوز هاي كفر مال ايفون 11 مال ايفون 11 هاي مال سادس مشاركة بالامتحان هاي صورة قديمة لي وهاي صورة قديمة لي انا وصديقي وهاي انا صغير كلش وهيك كملنا هذا المجر نقلت شو اسمه مو موجود برا طلعته
صراحة تعبت الله يساعد الأمهات والأخوات اللي يشتغلن يومين. والله هاي يعني شاوت أوت جميع الأمهات، والله صدق الله يساعدهم والله على الشغل. يمكن هاي اللقطات هي تذكير لك لتعب الأهل اللي قاعد يتعبوه يومياً من أمك وأختك وخاصة النساء يعني بمجتمعنا. طبعاً هذا الشكل بدون البردات، ليش هيك الجام؟ والله صراحة لأن هسه أشوفكم، لأن الخلف مال بيتنا سووا نتر قبل فترة طويلة وصار النتر كله هنا في رد تبديل. حبيبي فلازم يصير تبديل للجامات كلها، وهذا الشيء يكلف حاليا وما اتوقع راح اسويه، فخلي برده ونسيده وهي تروح. طبعا جبت هاي السلات الصغار الاثنين حتى نضم بيها شو اسمه، نضم بيها كم شغله المهمات يجي ونضمها جوا الميز يجوز، فيعني خاش شغله الصراحه استثمار، هاي بالف ونص الوحده، والعلاقه هم يعني استثمار. طلع هام العلاليك، وقف دقيقه، طلع هام العلاليك بس بعد الاستثمار، هم يعني علاقة كبيرة، وهم يعني علاقة اثنين، هسه هاي اللي وخرهن وهسه ارتب لكم ترتيب مرتب. شوفوا كمية الاشياء اللي ما احتاجها اللي طلعتها من الغرفة. هاي الصندوقين استفادت منهم كلش استفادة، يعني اشوف اذا ايش قد نواعم هن صغيرة بس ممكن يطشن بالغرفة يسوون هوسة، فهنا خليت كل الشغلات المهمة يعني كلش مهمة، جواز وهاي الامور، وهنا خليت شغلات يعني نصف مهمة. بس ما راح اوفن هيك شكلها الممل، راح استعمل هاي الاستيكرات اللي طلبتها خصيصا مال الفضاء ومال الانمي جوجو كايسن، استعملهن عليهن حتى يصير شكلهم اكثر حياة. طبعا اختارت هنا مجموعة وهنا مجموعة من هاي الاستيكرات اللي هواي، راح اخليهم ونشوف الشكل اللي راح يصير لنا. علقت البردات وهي ردت فعل زين عليه. حتى قاعده الغرفه اللون هذا مو قلت لي كان ايش قلت لي. الصراحه كلش حبيت اللون وهم زين ما خاب ظني، والتفكير الزائد اللي فكرناه الحمد لله والشكر. وكذلك شباب شوف الطول. عينك ميزانك تفوز من جديد، ويا الطبخ فادت وهسه فادت. طبعا اعذروني شويه مريض بس الحمد لله والشكر. طبعا تعال خلينا نشوف كم زاويه تصوير صارت عده جديده. طبعا هاي الاولى اللي كلش متحمس لها، راح تكون هيك بالطول للاكل او للباكجينج، طبعا كلش راح استفاد منها. مثل ما تشوفون البرده شلون صايره حلوه هيك بالظلمه، شويه تصير على نيلي البرده لازم اطلع فلوس، البرده تشكشك. وخليت هاي الصبوره بهاي الجهه بس ما اقدر اشوفكم ايش مكتوب بيها، لان بيها افكار مقاطع وهيك امور، فراح تفيدني كلش. كذلك راح اصور بيها مقاطع هواي تعليمي. الصوره بقيناها وضفنا الرفوف كلش حلوات، لمت هواي شغلات والدروع صارت قيمه وكتب فوق، فيام كلش حلوه وزاية. هاي انا اعتبر واحد اثنين زاويتين، ومنها همينه دا افكر احط لزقات او شيء، اذا عندكم فكره معينه حطها هنا، هاي اقدر اطلعها بالتصوير بس هي، فهمينها كلش حلوه. نجي للاخر شيء اللي هاي كنا ما نستفاد منها قبل بصفه الشاشه، راح نقدر نستغلها بعد حصل زاويه تصوير، وكذلك هاي بوحدها زاويه تصوير، يعني هسه طلعني هيك بالطول نزلها شويه، لا مو هيك نزله راح يصير وراي بس النار، راح تطلع زاويه تصوير جديده، يعني ان شاء الله فهمتوا. وطبعا نسيت اشوفكم هذا الميز شباب، ترى اشتريته ونسيت اشوفكم هذا الميز ب20,000 بس مؤقت، ببالي غير ان شاء الله بالمستقبل. فمبدئيا هذا وهذا جمالي اللي صرفناه، فريد كتبوا لي عقوباتكم بالتعليقات. بدينا المقطع وكان هذا شكل الغرفه، وكان عندنا زاويه تصوير واحد، وكان هدفنا نرتب الغرفه ونحصل على اكبر عدد من الزوايا للتصوير. رغم ان غرفتي صغيره كلش، لكن هالشيء مو معناها استسلم وما اسوي اللي علي بيها، تصوير وعيش بيها هم مو مشكله ما دام مقتنع وحاب الغرفه. هذا احساسي الحقيقي لان انا قنوع، تاكد بالمستقبل بفضل الله ودعمكم بعد ما نوصل مليون راح ابني غرفه كبيره ونسويها سوا، لكن حاليا هاي غرفتي وانا فخور بيها. التغيير اللي سويناه بسيط صح، لكن حاليا كافي وصار عندنا زوايا تصوير كلش هواي فالحمد لله. ليش ذكرت هذا الشيء؟ حتى فهمكم اهميه القناعه بعد فترات حياتنا وش قد راح تسهل من عندها.